معبر الأنبياء، أرض الرسالات السماوية والتجليات الإلهية، بوابة مصر الشرقية ودرعها الواقي على مدى الزمان. شهدت أعرق الحضارات ودارت على أرضها ملاحم الخلود. ظلت فكرة إعمارها وتنميتها وربطها بقلب الوطن حلماً يشغل عقول المصريين. لم يكن الطريق ممهداً، فهناك عقبتان كبيرتان هما نقص التمويل وما يملأ أرضها من مخلفات الحروب ومتفجرات. إلى أن منح الله مصر قيادة واعية وضعت سيناء على قمة أولوياتها، فعملت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما كلفت سلاح المهندسين بتطهير أراضيها من الألغام. نعم، لدينا حلم، حلم عظيم كعظمة وطننا العزيز مصر، حلم يليق بتضحيات هذه الأمة، حلم نسعى لتحقيقه من أجل الأبناء والأحفاد. وآن الأوان لتحقيق حلم التنمية بأكبر مشروع قومي في تاريخ مصر. والله ما شفت بيتي بقالي 48 يوم. كل الناس هنا بتبذل أقصى ما عندها. كلنا واحد، يعني أي حد هيعمل حاجة بيعملها كلنا عملنا. بنبني مشروع قومي، نكسب الحمد لله 100 100 وفاتحين بيوتنا، ناكلهم بالحلال. النفق كبير جدا واتعمل في وقت قليل بإنجاز رهيب. كلها أيدي عاملة مصرية. مشاريع ما شاء الله ما تنعدش. البداية كانت بالاكتتاب الشعبي لحفر قناة السويس الجديدة، ليتم افتتاحها بعد عام واحد في ملحمة وطنية سابق فيها المصريون الزمن. تلك كانت شرارة الانطلاق لتنمية هذه البقعة الغالية وما ارتبط بها من طرق وجسور، كبار ثابتة وأخرى عائمة، أنفاق على أبعد الأعماق، مشروعات استزراع سمكي كبرى على مساحة آلاف الأفتنة. ما كناش بنشوف الخير ده ولا كنا بنشوف المكان ده خالص. تطهير للبحيرات بكراكات عملاقة وتوفير مناخ آمن للصيادين، شق للطرق وسط الصحاري والجبال، معالجة التربة الطينية لتكون أرضاً راسخة للمشاريع والاستثمارات الكبرى. مخطط كبير جداً بحيث أن يبقى فيه هنا حياة كاملة المعالم من مصانع مينا كلها بتتطور دلوقتي. موان عملاقة أصبح لها مركز عالمي وأهمية محورية عظمى. أعمال وإنجازات أبهرت العالم وشهدت للمصريين بالتفوق والاقتدار. وضعت الدولة خطة شاملة لبعث حياة جديدة في سيناء ومدن القناة بإجمالي تكلفة قدرها 206 مليارات جنيه. كان لقطاع الإسماعيلية ووسط سيناء مشروعات متنوعة بتكلفة استثمارية تتجاوز 126 مليار جنيه. منطقة وسط سيناء حظيت بخطط استراتيجية تشمل الإنسان والمكان. بدأت بإنشاء المصانع الكبرى التي توفر فرص العمل والخامات اللازمة للبناء والتعمير، مصنع العريش للأسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 7 ملايين طن سنويا، مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين متر مربع سنويا. المشروع هنا بيمثل قلعة من أهم قلاع الصناعة في مصر، وهو قيمة عدنية كبيرة جدا واقتحام لمجال التعمير في سيناء. مطار البردويل الدولي الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار والتجارة في سيناء وتيسير انتقال المواطنين ودعم أوجه التنمية. أرضنا لازم نستغلها ولازم نعمرها، هو ده هدف، هو ده هدف كل الناس اللي موجودة هنا في المطار وشغالين. وما زال الحلم الأخضر هو الأهم والأجمل، والذي عمل على تحويل صحراء سيناء إلى مزارع خضراء تنبت في أرجائها ثمار التنمية. فتمت زراعة 1640 فداناً شرق مدينة الإسماعيلية الجديدة بأشجار المانجو المتنوعة، وبعبور الحياة إلى شرق القناة ولدت مدينة الإسماعيلية الجديدة في طراز معماري وهندسي بديع، تعد امتداداً لمدينة الإسماعيلية بشرق القناة. وتتكون المدينة من 6 أحياء سكنية تراعي جميع المستويات وتحتوي على كافة سبل الراحة والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الترفيهية والرياضية، وتضم مدارس يابانية، وتتميز بمساجد وكنائس بنيت على نمط فريد، ومول تجاري كبير، بالإضافة إلى أرقى الفنادق والمنتجعات السياحية.
لكل اللي هيجي يسكن هنا. المدينة كاملة متكاملة الخدمات، ما فاتناش حاجة فعليا. ولتزويد المدينة باحتياجاتها من مياه الشرب والطاقة الكهربائية اللازمة، تم تنفيذ محطة تنقية المياه بأعلى الإمكانيات وأدق المواصفات. أشهر حاجات استخدمنا فيها التكنولوجيا في المحطة هي السوائل المعالجة الجديدة، وكانت معالجة عن طريق المراوئات النابضة. طبعاً دي بتوفر لي مساحة سطحية كبيرة، إن إحنا بنقدر ندي كم إنتاج كبير في مساحة قليلة. محطة كهرباء الإسماعيلية الجديدة بجهد 500 كيلو فولت. محطة من أكبر محطات محولات الكهرباء اللي موجودة في مصر لتغذية المشروعات القومية اللي موجودة من أول السويس لحد شرق التفريع في الإسماعيلية. وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية، تم العمل على إنشاء سوق نموذجي للأسماك بطريق البلاجات، مزود بكافة الخدمات، يشتمل على حلقات السمك ومطاعم ووحدات لإنتاج الثلج وصناديق الفوم. وفي إطار استكمال مشروعات التنمية بالمحافظة، تم إنشاء هايبر ماركت على مساحة 7000 متر مربع، والعديد من المطاعم والمحال التجارية ومسار للدراجات وممشى للمشاة بكورنيش بحيرة التمساح. الشغل اللي هو كان يتنفس في سنة، احنا نتنفس في 14 ست أيام بنقضيهم هنا، أكل وشرب ونوم، وفترة اللي احنا بنقعدها في البيت أقل من فترة اللي بنقعدها هنا. كما تم إنشاء نادي 1/6 أغسطس ورفع كفاءته ليضاهي أرقى مستويات الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر. كما تم إنشاء نادي الإسماعيلي الاجتماعي الجديد بأرض النخيل، الذي أقيم على مساحة إجمالية قدرها 30 فدانا لخدمة أهالي الإسماعيلية. يضم النادي ملاعب لمختلف الألعاب وحمامات سباحة وقاعات متنوعة ومولات تجارية. ما كان لتلك الإنجازات أن تتم دون شبكات طرق ومواصلات عملاقة أنشئت على أرض وعرة من جبال ورمال متحركة. تطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية العوجة بطول 211 كيلو مترا ليصبح بعرض 25 مترا في اتجاهين. تطوير طريق بئر العبد ثمادة بطول 154 كيلو مترا ليصبح بعرض 49 مترا في اتجاهين. تطوير طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ بطول 494 كيلو مترا ليصبح بعرض 25 مترا في اتجاهين. طريق تحيا مصر لربط أنفاق شمال الإسماعيلية بطريق الإسماعيلية بورسعيد وكوبري تحيا مصر. تم إنشاء كبار أعلى مزلقان نفيشة، إنشاء عدد 4 كباري دوران للخلف بمدينة الإسماعيلية. من الملفات اللي هي اليوتيرن ديت أحسن حاجة اتعملت في الطريق. طريق الجيش غرب بحيرة التمساح والعديد من الكباري العلوية والطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية والأمان، وأهمها كوبري الجيش الذي يربط مدخل المدينة بكورنيش بحيرة التمساح وطريق البلاجات. واستكمالاً لمنظومة الكباري العائمة التي تعمل بتقنية عالية الدقة وتنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة تحقيقاً للتنمية الشاملة بسيناء، تم إنشاء وتشغيل كوبري الشهيد اللواء طه زكي العائم بسرابيوم لربط منطقة غرب قناة السويس جنوب مدينة الإسماعيلية بسيناء بإجمالي أطوال بلغت 357.5 متراً. تم إنشاء وتشغيل كوبري الشهيد الرائد أحمد عمر شبراوي العائم بمنطقة الشط الذي يربط مدينة السويس غرباً بجنوب سيناء شرقاً بإجمالي أطوال بلغ 299 متراً. وتأتي أنفاق شمال الإسماعيلية تتويجاً لتلك الملحمة العظيمة وجزءاً من مجموعة أنفاق تنتشر على طول القناة لتجمع أطراف الوطن إلى قلبه، فهي مفتاح عبور سيناء وممرها الآمن لتشهد تغييراً جغرافياً وحضارياً جذرياً. فبعدما كان العبور لسيناء معاناة قد تمتد لأيام من الانتظار، أصبح العبور إليها لا يتجاوز 20 دقيقة.
صممت أنفاق الإسماعيلية بعمق يصل إلى 70 متراً تحت سطح الأرض بأطوال بلغت 5820 متراً، كل نفق في اتجاه مروري واحد بعرض حارتين لربط سيناء بالقاهرة والعكس. تم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 متر، ويحتوي كل نفق على كاميرات مراقبة وأنظمة لمكافحة الحرائق و23 ممراً للطوارئ وعمليات الإخلاء الآمن للأفراد. كما توجد منطقتان أمنيتان بالجهة الشرقية والجهة الغربية للتفتيش عن طريق 10 نقاط تفتيشية بأشعة إكس راي. الميزة من كل الأجهزة دي إن بتقطع المدة بتاعت التفتيش من ساعات لثواني. إنك أنت تربط سيناء بالدلتا ده كان حلم كلنا بنتمناه. إنجاز يفوق الإعجاز بأيد ومعدات وخامات مصرية. طبعاً نحن نعدي من تحت مجرى ملاحي عالمي اللي هو قناة السويس القديمة، قناة السويس الجديدة، ومن تحت حي الأسرة، ومن تحت السكة الحديد. دي معوقات رهيبة جداً، احنا كنا ما بننامش تقريباً، ما نعرفش يعني ايه اجازة، ما نعرفش يعني ايه عيد. كل همنا ان احنا ربنا يوفقنا نخرج بمكانتنا للناحية التانية بدون اي خساير. الناس كلها موجودة في الحفرة اللي موجودة دي، درجة الحرارة سالب 35 في التربة. الموضوع مرهق جداً بدنياً وجسدياً كل حاجة يعني، بس الحمد لله احنا مكملين يعني، وكل يوم في صعوبات وبتتحل الحمد لله اول باول باذن الله. الحمد لله ربنا وفقنا إن احنا حققنا أعلى معدل حفر على مستوى العالم 634 متر في الشهر، وده أعلى معدل حصل حفر لمكنة قطرها 13 متر، وده بشهادة الشركة الألمانية شركة اتش كي المصنعة للمكنة. أجمل لحظة في حياتي لحظة خروج المكنة ورفع علم مصر. وتكتمل منظومة الأنفاق إبداعاً بما أنشئ على مداخلها ومخارجها من مشروعات ترفيهية وخدمية لتضم مطاعم وكافيتريات وبازارات وميجا مول، مناطق خضراء، طرق ومرافق، خدمات للشاحنات، مسجداً ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق أمنية، لتكون أنفاق القناة وسام فخر لكل من شارك فيها، وأذرعاً تحتضن سيناء لتجعلها دائماً في قلب الوادي. أحلام وطموحات لا حدود لها تتحقق بإرادة قيادة وشعب لا يعرف المستحيل. إن مصر المستقبل التي نحلم بها واقعاً على الأرض نلمسه ونعيش إنجازاته. هذا الوطن يحتاج منا العمل وبذل الجهد ومواصلة الليل بالنهار للعبور به آمناً. إننا في لحظة فارقة من تاريخ الأمة، لحظة عبور الجسر ما بين التحديات والإنجازات.